انا اسمي عمرو خالد، حالي تحت 13، عندي 12 سنه وبلعب على اجهزه الارضي والحسين حلق متمكن فيهم. اسمي سليم حماد سامي، مامة اللاعب عمرو خالد، نادي الاهلي. عمرو لما جه دخل هنا كان بيكسب جامد قوي، كان اكتر الوقت بيبقى معايا، فلو خرجنا في جروب في ناس كان دايما بيكسب، كان بيوطي صوته، صوته كان واطي قوي وهو بيتكلم، كان كتير ما بيقولش على حاجه عشان مكسوف او بيكبر في مواقف. عمرو خالد في الاول ما كانش عنده حته الثقه بالنفس، ولكن دي طورت شويه بشويه بعد ما هو ابتدى يحس ان المهارات بقى فيها ان هو قادر، ان هو متمكن ان هو يعملها. بعد ما لعب الجمباز بدأ شوية بشوية اختلف، بدأ يتكلم، بقى متكلم قوي، بقى كل يوم عنده تمرين، بيروح يقعد مع صحابه وبيشوف صحابه ومامهات صحابه. الجمباز غيره جدا، اداله جرأة، غير شخصيته وخلاه واحد تاني، اداله ثقة بالنفس، بقى يعمل حركات صعبة، بقى عارف ان انا بطلع اعمل حاجات صعبة على اجهزة وبكبر وبتعلم، وعرف يعني اتعلم واخد ثقة جامدة جدا. جمباز الولاد بيختلف عن جمباز البنات في بعض الاجهزة، مثلا زي البنات عندهم جهاز زي البيم، الولاد ما عندهمش الجهاز ده، الولاد عندهم جهازين مختلفين عن البنات، وهو حصان حلق وحلق، ودول مش موجودين عند البنات. انما بنتفق مع بعض في الارضي وفي حصان قفص، ولكن برضو الارضي فيه بعض الاختلافات، ان بيبقى عندهم جزء باليهات وجزء فيه ميوزك للجمله الحركات بتاعتها. واكتر حركات بحبها على الارضي راوند اوف بوك دايف وسلت سلتو، حصان قفص بحب اعمل هاند سبرينج وراوند اوف. اخر بطوله جبت ذهب وبرونز. طبعا التدريب فرق معاه جدا، وفرق معاه مدربين اثروا معاه في حياته، علموه حاجات كتير، علموه في التعامل ما بينه وما بين صحابه، خلوهم يسالوا على بعض، يحبوا بعض، يلتزموا مع بعض، يساعدوا بعض، لو واحد غلط التاني يقول له، يشجعوا بعض، واحد يعمل حركه او يعمل حاجه التانيين بيسقفوا له، خلوا فيه زي اسره شويه وفي احتواء، يعني مدرب بيعتبر زي اب للولاد بس. وكل مدرب بيبقى ليه كاركتر وبيبقى ليه شخصيه وبيبقى ليه حاجات كويسه جدا وتكنيكس بيضيفها للولاد. الولاد بتستقبل طبعا، ولاد بتبدا هنا من سن قبل 4 سنين يمكن، فبتستقبل جدا، فلا التدريب والمدرب طبعا بيفرقوا الاثنين. اول حاجه بالنسبه للعيب الجمباز لما بيدخل طبعا في اجهزه كتير قوي زي العقله والارضي وحاجات فيها طيرانات، طبعا بالنسبه له كلسه داخل لعالم الجمباز دي حاجه صعبه جدا، اي لعيب هيخاف منها، ولكن لما بيتمكن منها شويه شويه بوجود الكابتن بتاعه جنبه، بوجود الكابتن بتاعه بيسند معاه، ده طبعا بيريحه كتير جدا وبيخلي الولد عنده ثقه في النفس شويه بشويه. المرحله دي مرحله سنيه صعبه جدا، ان انا من وجهه نظري ان هي بدايه لعبه الجمباز الحقيقيه والمنافسه الحقيقيه، ودي المرحله اللي هي فعلا بيتم من خلالها انتقاء الناشئين لمنتخب مصر للانسات. فاحنا بنحاول نركز في تدريبنا على المجموعه ديت عشان خاطر نقدر ان احنا نزق اكبر عدد في منتخب مصر وتمثيل مصر في لعبه الجمباز. واحنا كنادي الاهلي احنا عندنا الحمد لله مجموعه كويسه في المنتخب، ودي مجموعه المفروض احنا بنحاول نشتغل عليها عشان خاطر هي فعلا في عناصر كويسه جدا فيها، وان شاء الله على نهايه الموسم يبقى احنا بنحاول يكون عندنا عدد كافي وعدد كويس ان هو بيمثل مصر في لعبه الجمباز. طبعا النظام الغذائي مهم جدا، واحنا كانوا الكباتن دايما بيعملوا لنا توعيه ايه اللي يتاكل قبل التمرين، في نوعيه حاجات معينه زي نشويات، زي مثلا قطعه فاكهه، تفاحه، في حاجات معينه قبل وفي حاجات معينه بعد عشان الجسم يستفيد وعشان قبل التمرين ياخد طاقه ويقدر ان هو يأدي حلو. طبعا النظام الغذائي بيفرق جدا وبيساعد اللعيب ان هو يستفيد اصلا، ويعني يغذي العضله بعد التمرين، ما يبقاش ان هو عمل مجهود وفي الاخر تعب ما استفادش. فالنظام الغذائي مهم جدا وفرق معانا، يمكن هو كمان ما كانش بياكل كويس وبالتدريب فهم ان انا لازم اكل كويس، لازم استفيد، لازم ما اضيعش مجهودي، كل ده اتظبط. الموهبه طبعا بتساعد في رياضه الجمباز، خصوصا لو لعيب موهوب. لو لعيب موهوب ده بنكتشفه من هو صغير، ده بيساعدنا كتير قوي، احنا بنكتشفه واحنا شغالين في التمرين. بمعنى ان ولد ممكن ياخد عدد تمرينات يخلص مهاره معينه، ولد لا. ده طبعا بالنسبه لنا اللعيب الموهوب ده في الجمباز حاجه بتبقى مهمه جدا، لان بيبقى قليلين شويه، ولكن احنا بنحاول ندور عليهم. مش كل لعيب جمباز موهوب 100%، ولكن في لعيب بيجي بالتكرار، في لعيب بيجي بالحب اللعبه، في لعيب الموضوع بيبقى بالنسبه له هو نفسه تالنت في الحته دي، فقادر ان احنا نقدر نعمل معاه كل حاجه. ما يبقاش الموضوع بالنسبه له هو بيقدم مهاره وخلاص، لا، هو حابب ان هو يقدم مهاره. أنا كمدرب في نادي الأهلي من ضمن الجوانب اللي أنا بحب إن أنا بهتم بيها كويس جدا الجانب النفسي، لأن أنا شايف إن هو مش أقل من الجانب المهاري والبدني، لأن الجانب النفسي لعبة الجمباز دي هي اللي بتخلي اللاعب هو اللي يستمر. فلازم المدرب يعرف يتعامل مع اللاعب كويس، لازم يعرف يشجعه، ولازم يديله حافز عشان يعني يفضل مستمر في اللعبه. هو طالما فضل مستمر في اللعبه هيعرف يحقق نتائج كويسه جدا. انا حاسه ان ابني اتعلم حاجات انا ما اتعلمتهاش في سنين يعني غير منه، يعني هو نفسه بقى يضيف لي وبقى يضيف لاي حد في المكان، يعني في اي مكان بقى شكله مختلف، بقى عنده ثقه رهيبه بالنفس، بقى عنده تعاون، روح التعاون. احنا متعودين ان احنا جروب، بنساعد بعض، بننزل مع بعض، بقى عنده قيم كتير قوي اتعلمها من حصيله من ناس، يعني كل واحد بقى ياخد الحلو منه، بقى اتعلم حاجات كتير قوي، وبقت شخصيته كأنه مش عنده دلوقتي 12 سنة، لا، كأنه عنده حاجة و20 وحاجة و30، بس مش حاجة هم، لا، حاجة كويسة، حاجة ثقة، حاجة تعامل، خبرات، حاجات كتيرة أنا نفسي بقيت بتعلم منه. طبعا هم أهم حاجة بالنسبة لنا اللي نحاول إن احنا نربي عليها اللعيبة من هم صغيرين، الالتزام بالرياضة والروح الرياضية. الرياضة مش كلها مكسب ومش كلها خسارة، لازم أكسب ولازم أخسر، ويبقى الموضوع بالنسبة له هو حابب التمرين وحابب ويقدر يمشي على نظام الملعب، لان احنا ملعب الجمباز ده من الملاعب الخطره، ما ينفعش ان اللعيب يبقى بيتحرك بصوره غير عاديه او بشكل عشوائي، لان في ناس ثانيه، في لعيبه ثانيه بيقضوا حركات لو اللعيب ما خدش باله طبعا ممكن لا قدر الله تحصل اصابه. فدي من الحاجات اللي احنا بنحاول ان احنا نعودهم عليها. والحاجه الثانيه بالنسبه لنا المهمه قوي الروح الرياضيه، لان احنا ممكن بننزل بطولات، الموضوع بالنسبه لنا عدد معين على كل جهاز او كفريق، فممكن اللعيبه ما تأديش او اللعيب ما يجيبش ميداليه او ما يحققش، فيبقى الموضوع بالنسبه له خلاص انا مش هلعب جمباز تاني. دي بالنسبه لنا بتبقى مهمه جدا، ان احنا الرياضه مكسب وخساره لازم نحافظ عليها، ولازم يبقى الموضوع بالنسبه لي مش الهدف هو الميداليه بس، لا، الهدف كرياضه ككل. من أكتر الحاجات اللي بتسبب ألم للعيبة في الجمباز طبعا هي مرحلة المرونات، طبعا لأن دي مرحلة مهمة جدا عندنا من هو عنده 3 سنين، احنا بنشتغل عليها، بنحاول ننميها شوية شوية. طبعا هي مرحلة مؤلمة شوية، ولكن بنحاول ان احنا ننميها شوية شوية، بنحاول نحبب الولد في الجمباز عشان يقدر يستحمل ألمها شوية. لعيبة كتيرة جدا بتبطل في السن دوت بسبب صعوبة اللعبة، بسبب التدريبات المستمره، بسبب التدريبات الكتيره. فالجانب النفسي دوت يعني لازم كل مدرب يهتم بجانب نفسه كويس جدا ويعرف يتعامل مع اللعيبه عشان خاطر يقدر يخليهم مستمرين لافضل وقت ممكن، وبالتالي يبقى عندنا انجاز نقدر نحققه ان شاء الله. اكتر حاجه بتخلي اللعيبه تهرب من الجمباز شويه ان تمارين الجمباز شاقه شويه، لان احنا الرياضه بتاعتنا بتعتمد على قوه ورشاقه وسرعه ومرونه وتحمل، كل الكلام ده لازم احنا بننميه شويه شويه من هو طفل عنده 3 سنين لحد ما بيوصل لعيب جمباز. طبعا هو اول بطوله بيلعبها اللاعب وهو عنده 7 سنين، فلازم انا قبل ال7 سنين دول يكون هو دخل مرحله مدارس وبعد المدارس التجهيزي عشان نقدر ان احنا نوصل معاه لمرحله الفريق او ان هو يلعب باسم فريق نادي الاهلي بس. بشكر الجهاز الفني والاداري لنادي الاهلي برئاسه الدكتور محمد فؤاد لان هو بيوفر الدعم الكامل لكل مدربين الجمباز، وده فعلا بيدينا يعني راحه نفسيه في الشغل، وده بينعكس على ادائنا والانجازات اللي احنا بنبتدي نشتغل عليها، ودي حاجه مهمه جدا 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 مخليانا ان احنا نعمل نتائج كويسه جدا. احنا السنه اللي فاتت عملنا نتائج اول جمهوريه وثاني جمهوريه واول فردي عام في اغلبيه الفرق الموجوده عندنا بسبب الدعم الكامل اللي بيقدمه الجهاز الفني والاداري. أنا مثل الأعلى في النادي هنا درجة أولى محمد مختار يحيى عصام، ومثل الأعلى في المنتخب على العالم فابيان وعلي أبو القاسم.